الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم جميعا بكل خير وبكل سعادة. وصلنا معكم إلى الحلقة الأخيرة من برنامج على السحور. سبحان الله كيف الأيام سريعة. أمس بدأنا، أمس الاستعدادات، أمس كان التجهيز والتحضير في هذا المكان. مرت كل هذه الأيام بكل حب وبكل سعادة، واستقبلنا عدد رائع من ضيوفنا وضيفاتنا اللي أضافوا هذه البصمة الجميلة حقيقة في البرنامج، وأتمنى أن تصل إلى المشاهد الكريم. احنا من أول حلقة إلى اليوم في مسقط مول في الأم عبيلة في العاصمة العمانية مسقط. خلنا نوجه تحية شكر وتقدير إلى إدارة مسقط مول على احتضانهم لبرنامج على السحور، وتقديم كل التسهيلات اللي يحتاجها برنامج تلفزيوني مباشر مثل برنامجنا. التحية والتقدير للشيخ محمود الجرواني. أبو ماجد رايتك بيضة، شكرا جزيلا لك. الأخ العزيز اللي ملازمنا هنا في برنامجنا وفي مكاننا وينتظر أي إشارة على أساس بس يقدم كل العون والمساعدة لفريق البرنامج، الأخ عبد الله الجرواني، شكرا جزيلا لك. وإلى فريق مسقط مول اللي كل واحد يتسابق في تقديم هذه الخدمة، كل التحية لكل من كان له ولو بالكلمة، كلمة تشجيع أو مساندة أو تقديم خدمة لبرنامج على السحور. شكرا للرعاة برنامج على السحور أيضا كانوا يتسابقون في رعاية برنامجنا. الفرقة عيسى، الجميع، فريق البرنامج الرائع اللي لولا ما ظهر البرنامج بهذه الصورة اللي تتابعونها وتابعتوها من أول حلقة إلى آخر حلقة. ولو أني أساسا أنا ما أحب الوداع نهائيا، لأن الوداع أساسا مؤلم وقاسي، لكن نتمنى دائما بأن نكون قدمنا الشيء اللي يرضيكم ويسعدكم، ومقبلين على أيام سعيدة. كل عام وأنتم جميعا بخير. اليوم عندنا 10,000 نقدمها لاثنين. 10,000 يعني عندنا 5,000 و5,000، متى؟ إن شاء الله قبل نهاية الحلقة. وعندنا أيضا 3,000 لتجهيز مطبخ توسكانا اسمهم عيسى، صح؟ لهم التحية أيضا، على فكرة هم اللي مجهزين هذا المطبخ الجميل اللي عيسى كذا منورنا في كل ليلة من ليالي على السحور. وما ننسى عندنا أيضا 500 ريال نقدمها لاثنين من المشاهدين بإذن الله تعالى، ولكم باقات عديدة وكثيرة من الورود والرياحين والروائح الطيبة بهذه المناسبة العزيزة. اليوم معنا نبي نختم مع وحدة رائعة جميلة وصلت إلى أعلى قمة في العالم، قمة إيفرست اللي وصلها هي ثاني واحد عماني وصلها قبل رحمة الله عليه بطلنا خالد السيابي، وكما يبدو خالد كان ملهم ففتح المجال لمجموعة من الشباب. على فكرة ضيفتنا لها محاولات من 2015 إلى 2019 وصلت إلى أعلى القمة، على قولتهم رزت العلم العماني، وأيضا صورة مولاي جلال سلطان الله يحفظه ويطول في عمره. اليوم ما نقترب من البطلة نظيرة الحارثية، وإيش اللي أجبرها وليش هذه المغامرة؟ روم احنا شفنا فيديوهات ثلوج وبرد وأعاصير يعني شيء ما كان بسهولة أبدا أن تصل فتاة عمانية شابة إلى أعلى القمة، فلها كل التحية ولكل مجتهد يحاول دائما أن يرفع اسم عمان عاليا. عيسى نبي نسحر نظيرة اليوم معنا، وأنا شام من هناك ريحة العيد، أنت قربتها بشكل سريع. مساء الخير. مساء النور أبو محمد، كيف الحال؟ الله يبارك فيك.
وصلنا إلى النهاية أبو محمد. أنا مثلك ترى ما أحب الوداع بعد. أبداً كلنا نكره الوداع. محمد يمكن هذا أسرع رمضان مر علي. سبحان الله. مثل ما يقول الأوقات الجميلة تمر بسرعة. هذه الأوقات يعني كان برفقة أبو محمد نكون أول ظهور إلي. إحنا شغلناك وعطلناك وربما التزام يومي إنك تكون مع المشاهدين ومن الظهر وأنت تجهز وتحضر وغيره، لكن فعلاً عيسى أنت الإضافة الجميلة لبرنامج على السحور واكتشاف رائع. إن شاء الله نتمنى أن تنطلق في مجالك في برامج وفي أمسيات وفي لقاءات وفي مسابقات قادمة إن شاء الله. والله أبو محمد وش أقول لك، أول ظهور لي في شاشة التلفزيون عمان ولا برفقة من برفقة أبو محمد، الله يبارك، كان لي يعني شرف كبير أني أكون معك أبو محمد، وأشكر الطاقم من البرنامج على السحور. كنا بالأمس نجتمع عشان تحضيرات البرنامج وتحضير. واليوم خلاص عاد شارفنا على أمتار الأخيرة مثل ما يقولوا بالضبط، فإن شاء الله يكون طلعنا بصورة جيدة تليق البرنامج. هذا اللي احنا نتمناه، ونتمنى أن ولو كانت إضافة جميلة على الخارطة التلفزيونية برنامج على السحور، ونتمنى أن يكون المشاهد أيضا نال البرنامج على رضاه وعلى استحسانه. العيد عندنا اليوم، العيد عندنا اليوم أبو محمد. ريش بنكهة عمانية، نكهة الشوى، نكهة الشوى فيها حتى نكهة الشوى من اليوم. اي من اليوم خلاص، من اخر الحين؟ يوم اخر يوم قربنا على العيد، ما باقي شيء، قلنا نبدا العيد من الحين ان شاء الله. زين. عندنا ريش اللحم الغنم نكهة الشوى كذا ومع الاعشاب، وعندنا مع العيش مستمر طبعا. طبعا عيش عن طريق الطريقه البخاريه، طريقه نطبخها بطريقه البخار مع الخضروات المشويه، وقبل هذا عندنا شوربة الطماط. شوربة طماطم. الطماطم رجعناها ابو محمد، هذه ثاني مره تسويها صح؟ هذا عشانك انت ابو محمد اليوم، هذا على طلب، هذا انت طلبتها كان، هذا على طلب. فضيفتنا اليوم وصلت القمه صح، يعني وصلت القمه بشغف، يعني اصرار منها، ولا فوق هذا ان علم السلطنه كان يرفرف على اعلى قمه في العالم، هذا يدل على حبها للوطن. طبعا مثل ما كل واحد على هذه الارض عنده حسب ما هو فيه، يعني انت مثلا غيرك لاعب فنان جوخة أمس جايبت لنا يعني دكاترة غيره، كل واحد باستطاعته أن يفعل شيء لوطنه ولذاته، فلك التحية عيسى وانت الإضافة الحلوة في برنامج مرة ثانية. فرقتنا كانت مميزة، ضيوفنا مميزين، سحورنا كان مميز، وانت المميز أبو محمد. الله يبارك فيك عيسى. خلاص إذا النظيرة نحضرها ونجهزها إن شاء الله للريش. أيوة. إن شاء الله. والسموحة منك ما سويت بيض طماط. قلنا بنختم بيها في الآخر. ما عليه. ما عليه، أيام القادمة أبو محمد إن شاء الله. نروح إلى الفرقة، والفرقة جاهزة. أوتار الشرق. ما نسعى إلى تحقيق التوازن في حياتنا اليومية، توازن بين الماضي والمستقبل، توازن بين اللياقة البدنية واللهو والمرح، توازن بين العناية والعطاء، توازن بين الأدوار والمسؤوليات، توازن بين ما هو صحي وما هو لذيذ. زيت الزيتون المنارة،
التوازن المثالي بين الطعم اللذيذ والطعم الصحي. بين جدران البيت الأصيل يخطو الجمال ويبدو جالبا معه من يبحث عن العراقة وطيب سادة العطر. يسمو بأريج تهيم به القلوب بحثا عن أسرار تكمن في القوارير. أثمنها طهارته الخالدة ورائحته الفريدة. مسك غزال للطهارة من عبد الصمد القرشي، سادة العطر الملكي. بكالريوس تربية عملت معلمة جغرافيا لمدة 4 سنوات، ماجستير آداب جغرافيا، حاليا مدير دائرة المواطنة بوزارة التربية والتعليم، هاوية لرياضة تسلق الجبال. في 2015 تسلقت جبل كليمنجارو، في 2018 جبل أمادبلم في الهملايا، وأخيرا الصعود إلى قمة جبل إيفرست، حاصلة على شهادات دولية معتمدة في مجال التسلق، نظيرة بنت أحمد الحارثي الآن. بكم مشاهدينا الكرام، الحلقة الأخيرة على السحور من مسقط مول فيلم عبيلة، واليوم ختامها مسك على قولتهم، مع وحدة كذا مجتهدة ومثابرة ومتحدية، صح؟ يعني هذه قمة في التحدي، أن أصل إلى أعلى قمة. على فكرة ما يأست نهائيا، بادية من 2015 بكل هذه المحاولات، نظيرة الحارثية. مساء الخير. مساء النور وسرور، أهلا وسهلا. والله بطلة أنت نظيرة. شكرا لك. كل العمانيين أبطال. الله. الحمد لله. أنا أقول لك، يوم شفتك في أعلى القمة ورفعت العلم وصورة مولانا يعني تعرفي أحيانا بكاء الفرح، تعرفي الافتخار، تعرفي كذا الاعتزاز، أن واحدة من بناتنا من هالأرض وصلت إلى هناك، فلك كل التحية، يسمونك البطلة، صح؟ يسعدني هذا الشيء حقيقة، أفتخر فيه جدا. وما يأستي يعني من 2015 وانت وراهم. هو فكرة إيفرست بالتحديد إجت قبل سنتين، يعني فاشتغلت عليها الحقيقة بشكل يعني مكثف وبشكل مركز جدا، بتدريبات شاقة. فالحمد لله يعني ما يأست ولا قلت يوم في أي يوم أني ليش أنا أعمل كذا أو راح أتراجع أبدا، الحمد لله. إحنا المفروض نجيب لك اليوم، يعني عادة هش يجيبون شربات ومش عارف إيش، لكن القهوة أساس اللعمانية هي أكيد طبعا هي ضيافتنا. شكرا، أحسنت. أحسنت يا داود، ويبي لك اليوم شوية حلويات هني ما شاء الله. طاولة ينافسون داود هذا طاولة عامرة، فلهم التحية من علياء بنت سليمان المعمري مسقط لأم عبيلة.
هذا رقمهم 925039223. تعرفي يعني شبابنا ما شاء الله مجتهد، أيضا مجموعة منهم من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فلك التحية أخت علياء، وإن شاء الله دائما إلى الأعالي إن شاء الله جميعا يا رب بإذن الله تعالى. إذن الفكرة ما جديدة نهائيا، ها؟ من سنتين نعم. لأن يعني تعرف قمة مثل إيفرست يعني ما أقدر أقرر لها في يوم وليلة، فتحتاج تدريبات معينة مختلفة، تحتاج إلى يعني عمل وجهد ومتواصل لحد الواحد ما يتأكد أنه هو قادر، لأنه الفشل في مثل هذه المراحل يعني خطير وممكن يكون مثبط جدا. فما كنت حابة أوصل يعني أو أكون يعني أوصل هناك وبعدين أفشل. بيبرد فنيانك بس على أساس فنجان القهوة. وبقول لك أنا يعني اللي عرفته أنت ما شاء الله قبل تروحين إلى هذه القمم العالمية، أنت أساسا من هواياتك جبال، أودية، تسلق، يعني المران أنت أساسا أخذتيه من عمان. طبعا أكيد، حتى كل تماريني يعني تدريباتي كانت في عمان. يعني هو الجبل يعني اللي رحت السنة الماضية عشان أتدرب مثلا على الجو، على الثلج، تسلق في الجبال الثلجية كان العام الماضي فقط. وين كان؟ في الهيمالايا. نفس الشيء عشان أكون يعني فاهمة الأجواء هناك وعارفة طبيعة الجبال كيف تكون والمنطقة. يعني معظم كل شيء هنا كان في سلطنة عمان. حتى التيم اللي كنا هناك عنده كانوا مستغربين يعني أنه بس أنت يعني كنت تتدربي في بلدك. قلت لهم يعني إذا كانت نوعية التمارين صحيحة فيعني بيكون إيش كافي. إيش المشكلة يعني؟ أيوه بالضبط. أنت وين رحتي؟ وين ركزتي؟ أو ربما شفتي أنه شيء قريب من الجبال العالمية في صعوبة التسلق وغيره؟ هو نوعية التمارين. أنا أكيد المناخ ما قريب. لا لا أبداً أبداً. مختلف اختلاف تام. شيء ثاني هناك. إيه طبعاً. لا هو كان أكثر شيء ركزت على المشي في الجبال يعني الفترات طويلة، لكن مع حمل أثقال يعني شنطتي دائماً مليانة صخور. أوه لا جديدة هذه. أيوة. على ظهرك شال صخور. يعني الشنطة ما كنت أخذ فيها أي أغراض، بس أحط فيها صخور، وكنت كل فترة أزيد كمية الصخور أو الثقل يعني عشان أتعود، لأني أنا وهناك شايلة أغراضي نفس الشيء بنفسي يعني. يعني منطقة داخلية يعني الحمد لله زاخرة عمان بيئتنا يعني كبيرة جدا. وين في محافظة داخلية؟ أي مكان؟ في الجبل الأخضر طبعا. جبل شمس يعني. كنت أحاول أجري على جبل شمس بدل ما أطلع ومشي، أطلع وجري وأنزل جري، وكل مرة أحاول أحسب الفترة اللي قدرت أصعد فيها لقمة جبل شمس واللي أنزل فيها. وأنا أتوقع الجبلين مهيئين اليوم بأن يكونوا فعلا مكان مناسب لهواة التسلق. بالضبط. إن كان من داخل عمان أو من خارجها. صحيح. وحتى في المناطق الأخرى يعني الحمد لله عمان يعني أعتقد رياضة المغامرات بشكل عام يعني لو تفتح أبوابها بشكل أكبر يعني بتلاقي زخم كبير جدا من العمانيين وغير العمانيين. أنت احتجتي هناك، أنا شفتك في الفيديوهات وكذا وغيرها، احتجتي إلى حبال واحتجتي. أيوة. أحيانا إلى ربما مكان مقطوع فتعملون درج أو شيء عشان توصلوا. أيوة. هل تدربتي على هذا الأمر هنا عندنا مثلا؟ لا هذا تدربت عليه هناك يعني قبل ما نبدأ مراحل التسلق الأساسية. أخذونا عشان نتدرب، لأنه مثل خاصة هذا موضوع الدرج ما موجود إلا بإيفرست يعني في هذه المنطقة. بس في خطورة؟ جدا. والله وانت تعدينا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح. لانه هذه الدرج تنشأ يعني ينشؤوها هم بسبب وجود صدوع في الجليد نفسه. وحتى هذا الجليد يتغير يعني احيانا ممكن احنا نصعد واحنا نازلين نحصل درج ما كان موجود لانه الجليد يتحرك. ايوه. وتصير شقوق كبيره. فايش ايش الرابط ما بين كل شق والاخر؟ هي هذه الدرج. ايش الفرق؟ انت من 2015 وتحديتي نفسك انك تروحين الى كلمنجارو صح؟ ايوه. ايضا قمه من القمم المعروفه اساسا. أيوة. بعدين الهيمالايا. نعم. بعدين إيفرست. يعني انت ما عينك على كلمنجارو، عينك على إيفرست صح؟ صح. هني التدريب كان والتمرين. صحيح.
بالضبط، يعني كل من جاره الصدفة أني كنا رايحين مهمة من وزارة التربية والتعليم. أنا أشتغل في الوزارة، فكان معي طلبة، والفكرة كان أن ناخذ الطلبة عشان يتعودوا يشوفوا بيئات مختلفة ويتعلموا كيف يأخذوا القياسات من هذه البيئات المختلفة. بعدين هناك استوحيت، يعني حسيت أنه في شيء يخصني في هاي الجبال، في يعني شيء ألهمني في كليمنجارو. فلما رجعت يعني بديت شوي شوي أشوف وأطلع وكذا، لحد بعدين ما كان الملهم الكبير المرحوم خالد السيابي طبعا رحمة الله عليه، كنت في مقابلة عنده وعلى أساس أني أكتب قصته للأطفال في طلبة المدارس كملهم. أيوة، فأنا يعني قبل الطلبة أنا اللي ألهمت يعني بقصته. في نفس الجلسة قلت له أستاذ خالد كابتن أنا أريد يعني أصعد إيفرست. قال لي تقدري طبعا. أيوة، وبعدين رجل إيجابي كان ما شاء الله عليه جداً ومحفز. صحيح. وتواصلت معه وبعدين رجعت له قلت له أنا كنت جادة في الموضوع. قال طيب خلنا نحط تمارين معينة وكذا. حلو. وبعدين يعني انطلقتي. انطلق الحمد لله رحمة الله عليه، فعلا يعني رجل ملهم في كل مجال، ومع بالفعل أي شخص التقى بالمرحوم خالد السيابي. صحيح. كانت مشقة، كان يعني بالنسبة لك شيء أتوقع خيالي، أنت سمعتي قرأتي ربما شفتي فيديوهات، لكن تروحين بنفسك أنا أتوقع شيء مختلف. بالفعل أستاذ خالد، يعني أنا أول ما وصلت البيس كامب يعني بس ظليت كذا أتفرج أشوف، يعني المخيم الرئيسي يعني موجود على قطعة جليد. كم يعني كان فيه؟ كثير، يعني شركات وناس وعالم، يعني تقريبا المتسلقين هذا العام 350 متسلق، من غير من غير المساعدين اللي هم من البلد نفسها. هو نظيرة أنت عشان توصلين يعني هذا الكلام، ربما آخرين الآن أنت تصير ملهمة لكثير من الشباب، يعني اللي يفكر الآن يروح إلى كليمنجارو أو الهملايا أو إن شاء الله الطموح إلى إيفرست. قضية التسجيل، قضية التواصل، وين الواحد يتواصل مع مين يعني؟ الحقيقة هي لازم نكون يعني أذكياء في هذه النقطة، لأنه إذا ما أخذت الشركة المناسبة قد ترمي بنفسك التهلكة. وهذا شفناه، أنا شفت بعيني، أنا شفت ناس يموتوا، إحنا كنا نمشي على جثث، يعني أنا كنت يعني عشان أقطع من مكان إلى مكان كان في جثث، هذا كان شيء يعني مؤلم جداً ويخليك ربما تتراجعين يعني إيش اللي أنا قاعدة أسويه مثلا. فعلا أشوف شيء سلبي أقول ليش، يعني قلت ليش الناس جاية هنا تقتل نفسها، يعني ما فهمت. فعشان كذا أنا أقول أي حد يريد يروح، يعني مش مهم الفلوس، مهم أني أدفع كم ألف دولار زيادة بقدر ما أنا أحافظ وأكون متأكدة أني رايحة مع فريق متخصص في التسلق فعلا. فهذه مهمة جدا، يعني لأنه هذيك الفرق الأخرى لما توصل مرحلة ممكن تتركك. وكيف الواحد يعرف يعني هل موجود اليوم على وسائل البحث؟ أيوة، البحث مثلا بالإنترنت. بالفعل إنترنت، الاستشارة، إذا تعرف ناس متخصصين، أشوف مثلا المتسلقين العام الماضي من وصل منهم، من ما وصل أسألهم. فأنا سألت بعد، يعني استشرت ناس متخصصين في هذا المجال ونصحوني بالشركة اللي أنا رايحة فيها. وربما أيضا المرحوم خالد السيابي دلك بالضبط على أكثر. أيوة. من اسم وصلتي بتي ترددتي خفتي ولا بالعكس يعني كان لك أبدا؟ أنا أعرف كان لك رغبة حقيقية ما دام أنك وصلتي. نعم. أنك ترفعي علم بلادك في هذا الموقع. بالضبط. في هذا المكان، يعني عشنا هناك 50 يوم في المخيم هذا الرئيسي، وكنا نطلع وننزل نطلع وننزل، لكن الحمد لله ما في ولا يوم حسيت أني مترددة أو عندي يعني أي شك أو تراجع، يعني رغبة في التراجع أبدا. صح تعبت، أرهقت، اشتقت أهلي، اشتقت عمان. في تواصل يعني كان معهم ولا لا؟ أيوة الحمد لله الأهل. أيوة، كان في المخيم الرئيسي في إنترنت، لكن في المخيمات العليا ما كان في شيء، بس كنت أتواصل معهم وأطمنهم ويعني شوي أبث يعني شوقي وأرتاح يعني نوعا ما بالتواصل معهم الحمد لله. المكان أكيد يعني ما واصل لهذاك المكان إلا واحد عامل كذا ايش حاط على قلبه خاف لنا صح على اساس انه ما بالضبط يتراجع. وبعدين صح، الاهل اكيد لهم دور ايجابي في تحفيزك. أيوة. شدي حيلك، خليك
أما لو شفتي دمعة ولا شيء ولا غير ربما تتراجع في هذاك المكان. صحيح. طيب نظيرة أكيد سألتي هذا السؤال، ليش نظيرة غامرت وراحت وتعبت ومع كل هذه التحديات عشان توصل إلى قمة إيفرست؟ يمكن يعني الحمد لله عندي عائلة رائعة وعندي عمل أحبه ومستمتعة فيه جدا، لكن دائما كنت أحس إن أريد شيء معين، أريد شيء مختلف أبحث عنه، مثل ما يقول واحد يعني طيب أنا إيش حلمي في الحياة، إيش هدفي في الحياة. فالحمد لله بعد يعني ما شفت على طول نفسي، أول ما جلست مع خالد السيابي أنا شفت نفسي في القمة، ما كنت أعرف وصلتي. بالضبط، ما كنت أعرف الصعوبات، المبالغ، التعب، كل شيء، كل هذه الأشياء أنا شفت نفسي أرفع علم عمان على قمة إيفرست. ظليت سنتين أنا أحلم بهذا الحلم وتمسكت فيه جدا برغم كل شيء، يعني البيئة الاجتماعية، البيئة يعني عملي، كل شيء، يعني كنت أحاول أهيئ نفسي وجدولي اليومي عشان أنا أحقق هذا الحلم. تحقق الحلم، رفعت العلم، صورة مولاي جلال سلطان في هذاك المكان، عمانية نفتخر بوجود وحدة مثلك بهذا التحدي في هذاك الموقع في هذاك المكان. أول ما رفعت العلم إيش كان الشعور؟ بعد الفاصل، فاصل قصير ونرجع نتواصل معكم وعلى السحور في الحلقة الأخيرة. طيب الساعة كم الحين؟ الحين 5:30. بيته عشان ما حدش يلمحه، معناته الكلام الماسك ده لو ما كنتش عارف معناته. تستغرب الشقة ب25,000. أذكر لي سوالي خير، سألت شو اسمك بالخير، طلبني بس ادعي له بالخير، شكرته قال لي واجب، سألت ليش ثم جاوب، أنا المحتاج أقدم خير على الفطرة، لا تحتاج أي تفسير، إذا أعطيت تجني داخلك تغيير، سعادتك أرض وحب لذاتك وتقدير،
أنا المحتاج أقدم خير. بين جدران البيت الأصيل يخطو الجمال ويبدو جالبا معه من يبحث عن العراقة وطيب سادة العطر. يسمو بأريج تهيم به القلوب بحثا عن أسرار تكمن في القوارير. أثمنها طهارته الخالدة ورائحته الفريدة. مسك غزال للطهارة من عبد الصمد القرشي سادة العطر الملكي. على فكرة للمبدعين اللي يعملون هذه المقدمة الجميلة والرائعة، فعلا ضاربة في الأذن وصارت لزمة جميلة في رمضان. يعني أحيوا المسحر الحارة القديمة ما قبل الأذان، قضية توزيع الأكل من بيت إلى بيت. فتحية طبعا فكرة إبراهيم جسدها بشكل رائع وجميل، عامر الرواص صاغ الكلمات، شاعر الجميل حميد البلوشي بهالصوت الرخيم الجميل، صلاح الزجالي شارك فيها، فنان القدير صالح زعل، فنان القديرة أيضا أمينة عبد الرسول. تحية للحارة المطرحية الجميلة فخرجت بهذه الطريقة الجميلة. اليوم عندنا في الحلقة الأخيرة سحوبات، عندنا سحوبات، عندنا 10,000 كل واحد ياخذ 5,000، وعندنا تجهيزات مطبخ ب3,000، والحين عندنا 500 ريال بنوزعهم على اثنين. 500 ريال 250 لأول واحد من سعيد الحظ اللي بياخذ 250 ريال. تحية لكل من شارك معنا في عملية السحب، وفي عندنا فريق أيضا متخصص لهذا الموضوع فلهم التحية والتقدير. أيضا في فريق عمل يشتغل في على السحور حقيقة، يعني يبذل كل ما في وسعه لإسعاد المشاهد الكريم، فلهم التحية والتقدير. 250 ريال يا نظيرة، بتروح حال من تتوقعين، واحد ولا وحدة؟ وحدة إن شاء الله. وحدة ولا واحد؟ أي واحد منهم نقول له مبروك. هذا هو 9581035 0. مبروك 250 ريال، وناخذ الحين سحب آخر على 250 ريال. 250 ريال من سعيد أو سعيدة الحظ اللي بيفوز معانا ب 250 ريال. حد عيدك 250 ريال نظيرة في يوم من الأيام؟ والله ولا مرة. ما أبداً؟ 100 بيسة. أنت من زمن الطيبين بيكون؟ أيوة. اليوم 100 بيسة ما حد يقبلها من الأطفال. رجعوا لك إياها. ولازم يكون النقد جديد، ها؟ طبعاً أيوة. نقد جديد. اليوم نطول لأن يعني ما تخيلون، أعطوني أنا الرقم الشباب. أتوقع اللي مشاركين معنا من أول يوم إلى آخر يوم أكثر من كم يا شباب؟ أعطوني بعدين المعلومة الصحيحة. أتوقع أكثر من 60,000. 9979091 8. نقول له ألف مبروك، مبروك. ومن بارك على مبروكين على 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 الهدايا الكبيرة بعد شوي إن شاء الله. 5,000 5,000 10,000 وتجهيزات مطبخ أيضا ب3,000 ريال. نقول مبروك مبروك للجميع. نظيره
أيضا المكسب الكبير لنا اليوم في برنامج على السحور نظيرة الحارثية. مرحب بك مرة أخرى. أهلا، شكرا. صعدتي؟ طيب كم أخذتي لحين ما وصلتي إلى القمة؟ مرحلة صعود القمة أخذت 7 أيام، يعني من صعدنا لحد ما نزلنا، لأن كل شيء في الصعود بالتدريج وبالهدوء، يعني ما في استعجال نهائيا، لأن أحيانا تكون ردة فعل الجسم تجاه الارتفاع يعني ممكن تؤدي إلى أمراض وتفقد كل شيء، يعني بغلطة بسيطة أو بحركة بسيطة تخسري كل اللي بنيتي وفكرتي فيه. بالضبط. وأن هذا كان جدا موترني هذا الموضوع، فكنت أستخدم فكرة الهدوء والبطء في كل شيء، يعني حتى أحيانا الفريق يوصل قبل المخيم مثلا بساعة أو بنصف ساعة، ما في مشكلة. أيوة، ما عندي مشكلة، أني أعطي جسمي الفرصة والوقت المناسب للتأقلم مع كل شيء في المنطقة، وحاطة في بالك كل ظروف الرحلة. بالضبط. ومتوقعة ربما حتى الأسوأ. نعم، أنا كنت أيضا خايفة من أني أصاب بالأمراض اللي يصابوا فيها بأمراض الارتفاع اسمها، وهذه كثيرة ومختلفة، فكنت قلقة جدا يعني منها، عشان كذا استخدمت، يعني أقدر أقول أني واجهتها بهذا الهدوء وبهذا البطء في الحركة وفي التسلق. فحتى أحيانا دائما يقولوا لي أنت تأخرتي أو كذا، أقولهم أنا مش في سباق. صح. يعني كانت دائما أقول فكرتي أن النجاح وليس الفوز، أنا مش هناك عشان أسبق حد أو أفوز على حد، وإنما أنجح في تحقيق هدفي. فكنت يعني مركزة جدا، فحتى كنت هادية كثير معهم، حتى ما أتكلم كثير، فكل حد يسميني الهادية يعني هناك. وهذا مهم، لأن النتيجة كانت نتيجة إيجابية ونتيجة مشرفة. الحمد لله. لحظة الوصول إلى القمة توصفي لي إياها. حقيقة كانت رائعة. قبل القمة في منطقة خطيرة جدا اسمها هيلر ستيب، فهذه انك انت تعبر يعني من صخور تتسلقها بالحبل، فكانت كثير صعبه علينا وخطيره والكل يعني حذر فيها. فبعد ما اتسلقتها كان في ممشى ثلجي بسيط، يعني منحدر جدا بس يعني بسيط، فاسال، احنا في معنا مصور عالمي يعمل فيلم وثائقي عن تسلقنا، فاساله، كان يسبقني وامشي انا وهو يصورني، فاقول له وين القمه يعني باقي كثير، ان خلاص كنت شوي بديت اتعب، صار لنا 8 ساعات نمشي. ايوه. فاقول له وين، قال لي شفت الناس اللي متجمعه فوق، قلت له ايوه، قال هناك القمه. معقوله؟ صرت اسرع امشي بسرعه، وكان معي الفريق اشر لهم انه تعالوا يلا يعني واصلين خلاص. فريقك اللي معك؟ أيوة. كم فريقك؟ كان العدد تقريبا 12. احنا 12. كلنا 12. ايوه، اللي وصلوا للاخر. ايوه، في حد، في ثلاثه رجعوا، تنازل عن الوصول، في ثلاثه رجعوا يعني ثلاثة. مرضوا. ايوه، وما قدروا يكملوا. اكيد زعلوا صح؟ طبعا. ايوه، محزن. وانتوا كفريق ايضا زعلتوا عليهم؟ زعلنا شويه بس فرحنا كثير. بعدين في الاخير انطلقتوا. ايوه الحمد لله. طيب الوصول؟ الوصول وصلت لمنطقة القمة صغيرة، يعني ما تتسع للكثير، فكانت شوي فيها مزدحمة لأن وصلنا كلنا فترة الصباح، فكثير يعني أنا ما مصدقة أشوف حوالي، أشوف الناس ترفع أعلام دولها وسعيدة وأنا لسه بعدني ما طلعت على معمان كان في الشنطة. فيعني أشوف إحنا في القمة، أنا في إيفرست. أيوة أنت في إيفرست يعني. فكان معي زميلاتي البنات من لبنان والسعودية. كم بنت صحيح من ضمن الفريق؟ إحنا أربعة. أربعة، جيد. يعني أنا الرابعة. أقل شيء. أيوة. وانسوك وعربيات، فعشان الفيلم هو عنا نحن، عن احنا البنات الاربع كيف تسلقنا وقصصنا وكذا. فاقول لهم وصلنا يعني، فالكل صرنا نحضن بعض وتاثرنا يعني نبكي، يعني صرت ابكي انه وصلت ايفرست، حقق الحلم. كنت سعيده. بعد ما كذا شوي ركزت اني انا واصله، اقول للمساعد اللي معي يلا يلا طلع لي علم عمان. يا سلام. فحطيتي علم السلطنه. ايوه، صورة مولانا جلال سلطان أيضا كانت لله. في القلب موجودة. عملتي حركة لطيفة وجميلة ومؤثرة، اسم المرحوم خالد السيابي، وقلتي لذكرى خالد السيابي صحيح؟ نعم، نعم. أنا بعد ما وصلت هناك يعني وصلت المخيم الرئيسي، وصلني خبر يعني وفاة المرحوم خالد، يعني تأثرت حقيقة، لأنه هو كان يعني معي في هذا المشوار، وأول ما وصلت يعني
ما كان، بس الحمد لله نصائحه إرشاداته. المرحوم كان عملي، إنسان عملي جدا يعني. صحيح. واضح بالنسبة له ما هو المطلوب في هذه المرحلة، وما فكان كل شيء يعني واضح أمامي من البداية، مثل ما قلت مهيئني جدا يعني لهذه المرحلة. فكان هذا أبسط أعتقد شيء أقدمه يعني لما هو قدمه لي يعني بالمقابل. خليتي في نفس المكان، وبالمصادفة أتوقع في نفس الشهر. نعم نفس اليوم. باختلاف السنوات كان هو في 2010. أيوة. في شهر مايو. صحيح. في أي يوم كان؟ 23 مايو. كان 23 مايو. أيوة. حضرتك؟ 23 مايو. 23 مايو. نعم نفس اليوم. إذا كأنها مصادفة أو كانت مدبرة؟ أنا قلت يعني قد يكون شاء القدر يعني أن يكون العمانيين يعني يصعدوا في هذا، قد يكون يوم الحمد لله كان يوم جيد من ناحية الجو. يعني المفروض كنا نصعد في 22 وتأجل بسبب تغيرت الحالة الجوية وصعدنا في 23. وأعتقد هذه من يعني يمكن مش فقط لو كنت أنا، لو كان أي عماني آخر أعتقد بيعمل نفس الشيء يعني تجاه من الشخص اللي ساعده يعني وفاء لذكرى يعني هذا الشخص، وفاء لما قدمه. أسرته تواصلت معك، والدته كانت متأثرة. نعم. يعني وصلها أنك أنت عرفانا لجميل المرحوم خالد السيابي حطيتي اسمه في أعلى القمة فتأثرت. أي ذكرت لك بإيجاز؟ إيش قالت والدته؟ يعني شكرتني حقيقة كثير، وأنه قالت بأنه إحنا شعرنا بأن خالد طلع القمة مرة أخرى. فأنا بالعكس أتقدم لهم كلهم بالشكر، ويعني لما عملوه بالنسبة لي يعني أنا شفت اللي قدمته شيء بسيط جدا. فيعني أعتقد كل عماني راح يقوم بنفس الشيء. إحنا ما نكمل بس هالمرة في المطبخ، إيش كنتوا تأكلون هناك؟ أكيد أكل مختلف، مراعين أمور كثيرة، الطقس وغيره من هذه الأمور. لكن خلنا نروح إحنا إلى فقرة رمضان والناس مع زميلنا محمد المهري وأجواء شهر رمضان المبارك في أيام الأخيرة. وفي عادة جميلة في بعض المناطق وفي بعض المحافظات والولايات، وداع شهر رمضان المبارك. كاميرا برنامجنا مع محمد وين موجودة؟ بولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة. نتابع ونرجع معكم نتواصل في الحلقة الأخيرة من برنامجنا على السحور. نتواجد في رمضان والناس في ولاية شناص هنا في محافظة شمال الباطن، وتحديدا في هذه الأجواء الرمضانية. سنتحدث عن بناء الصيد بتفاصيله المختلفة، ثم سننتقل إلى مجموعة من العادات الرمضانية. أهلا بكم في رمضان والناس. تواد خميس مساء الخير. الله بالخير. كيف صحتك؟ كيف الحال؟ الحمد طيب. لله مشكور الله. تجي يومين ثلاث هنا المكان؟ ثلاث أيام. أنواع الصيد الموجودة الآن في شناص؟ والله الموجودة عندنا اللي بيصيدوها الحين عندنا شاري، عندنا العندق، وعندنا سهوة، وعندنا الجيبر، وعندنا الكنعد أحيانا. موجود السمك بشكل يومي على مائدة الإفطار؟ نعم. على الإفطار لا، على الإفطار هناك على الطرف. حد ياكل اليوم سمك، حد بالباكر ياكل لحم، حد ياكل دجاج، لكن يوميا اقول لك سمك. ايوه. يوميات الشاطئ اذا جميل، الشيام متجمعين في اكثر من مكان. نعم. ايش تعملوا على الشاطئ؟ العاب شعبيه معينه مثل الحواليس ولا فقط سوالف؟ شهر رمضان ماشي، شهر رمضان ماشي الا حوالي سوالف حواليس ماشي. ولا بعد رمضان كان يلعب في حواليس شيء. اما في رمضان فقط سوالف سوالف عن البحر الماضي الحاضر. عده يعني كلهن عده بعصرات اشياء مره من التوكيد يعني اللي انتو لان انت عد بعصرات اشياء اكل رمضان اكل رمضان. ايش قولوا فيها؟ الوداع 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 الوداع
الوداع يا رمضان، الوداع الوداع شهر الحل والغفران. طيب في أي أيام؟ في 27؟ من 27 عام، من 27، 28، 29، 30 مرة نودع، بعد 3-4 ليالي مرة نودع، بعد 13 شهر الحل والغفران وأظهر من كرم رمضان. الحمد لله احنا يعني من أواخر رمضان ليلة 27 و28 و29 يعني نودع الحمد لله في الأوقاتها. الوداع 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 يا رمضان. طبعا بالنسبة لنا احنا واكبنا العصرين، هو العصر الماضي والعصر الحاضر، ومثل ما صار في الماضي ان احنا نطلع مع ابائنا واجدادنا في المساجد في نهاية كل شهر من في نهاية شهر رمضان الايام الاخيرة منه اللي هو 27 28 و29 للاخر يعني اذا كان 29 او 30 على حسب الايام اللي فيه. فالثلاث ايام الاخيره والاربع ايام الاخيره هذا طبعا الشباب الصغار اللي في سن لهم الصغار يعني ما يصوموا بعد، يصلوا العشاء ويطلعوا، لا احنا نكمل التراويح وبعد التراويح هم يرجعوا معنا احنا يكملوا الوداع. فسنه موروثه بين الماضي والحاضر وما زالت مرتبطه يعني ونحن متلازمين فيها. مشاهدين الكرام، اليوم فقره رمضان والناس نختم هذه اللقاءات والزيارات المختلفة طيلة أيام شهر رمضان في برنامجكم على السحور، والختام هنا في ولاية شناص من خلال هذه العادة الرمضانية، الوداع 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 يا رمضان شهر الحل والغفران، إلى أن نلتقي مجددا في فقرات وبرامج قادمة. كل عام وأنتم بخير. الوداع 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 الأخيرة في برنامج على السحور والحلقة الأخيرة في برنامج على السحور، واليوم نورت لنا في مطبخنا وفي برنامجنا بطلتنا نظيرة الحارثية. مرحب بك نظيرة. حياكم الله. شكرا لك. وتحية أيضا للزميل محمد المهري، محمد المهري اللي كان معنا من أول حلقة إلى هذه الحلقة، واليوم نختم مع برنامجنا وأيضا كان موفق في الاختيار في وداع شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقى على خير. 3,000 هذه المرة السحب على تجهيز مطابخ. أيوة مطابخ توسكانا. مطابخ توسكانا اللي نوجه لهم التحية. أي حد يجهز نفسه لمطبخ أو يحطم مطبخه لمطبخ جديد عندنا وايد، إحنا أكثر من 60,000. آخر 9-6-2-3-4-2-8-9 هذا هو سعيد أو سعيدة الحظ اللي بياخذ من برنامج على السحور تجهيزات مطبخ ب3,000 ريال من توسكانا، اللي أيضا نوجه لهم التحية لأنه أيضا جهزونا المطابخ. إيش رأيك نظيرة بمطبخنا؟ والله ما في أحلى من كذا، أنيق وجميل لطيف وحلو. فعندنا بعد بس قبل الختام ما نخلي شوية، عندنا 10,000 كل واحد بياخذ 5,000 ريال. أنت سعيدة صحيح أو محظوظة عادة نظيرة؟ الحمد لله أتوقع كذا. أيوة طبعا، بس ما فزت في شيء من الجوائز والهدايا في يوم من الأيام؟ من زمان فزت في التلفزيون 50 ريال. فزت من معانا بعد من التلفزيون ما شاء الله. زين زين زمان كثير، يمكن 15 سنة ولا كم. جيد. اليوم احنا عيسى مقرب لنا من العيد وايد مسوي لنا ايش عيسى؟ ختامه المسك مثل ما يقول ابو محمد. ايش مسوي لنا اليوم؟ عندنا الريش بنكهة الشواء، وعندنا الرز البخاري، وقبله في شوربة الطماط. ايوه شوربة الطماط. ايه هذه كانت بس ابغاك بس تذوقي وتخبريني.
ايش اذوق بالضبط؟ ما اعتقد انك انت، اقول لك ما اعتقد شربتيها على قمه ايفرست. صح ولا لا؟ يا عيسى اتوقع في كل ما ارتفعنا الى الاعلى ابو محمد يعني ياثر الضغط في الحواس. اتوقع الطعم يكون مختلف وانت في يمكن الضغط مرتفع او شيء كذا، تفقد شهيتك يعني، ما تكون رغبه الاكل مثل وانت على 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 سطح البحر يعني على نفس المستوى. ايش كنتوا تاكلون هناك؟ والله كل شيء ناكله ما شاء الله عليهم، مطبخ متكامل هناك. حتى الكيك اذا حد عيد عنده عيد ميلاده او شيء انه تفاجئ يعني بالكيك يعني محبوب. لا لا بالهاير كامبس ايوه، لما نطلع لما نطلع فوق يعطونا كيس في اكل مجفف نصب عليه ما يصاخر من اكله. أيوة ناخذ 10,000 الحين عيسى فطيره فرح المشاهدين. 10,000 نقول مبروك لمن يفوز معنا اليوم، اثنين من المشاهدين او المشاهدات. 5,000 قريب العيد وايد حلوين. نشوف هذا الان على 5,000. تحية للفريق اللي معانا في قضية السحب والتخزين وغيرها، إن شاء الله سيتم الاتصال بكل الفائزين بعد إجازة عيد الفطر السعيد بمشيئة الله. بعد الإجازة أحلى عيدية، أحلى عيدية. ليش طولنا؟ لأن الرقم كبير. وعلى فكرة متصلين من أول كثير. يوم إلى آخر يوم متصلين طبعا المتواصلين معنا عن طريق الرسائل النصية القصيرة. هذا هو الرقم 9921-3485. مبروك 5,000 من تلفزيون سلطنة عمان ومن برنامج على السحور. 5,000 غيرهم الآن هدية على السحور قريب عيد الفطر السعيد. من؟ واحد ولا وحدة؟ نظيرة أنا مع الوحدة. مع الوحدة، إحنا مع الواحد والوحدة. مع الواحد إن شاء الله. من ما كان إن شاء الله نقول له مبروك. يمكن رقمك نظيرة من 50 ريال إلى 5,000. ها؟ تستاهلين. يلا المشاهدين يستاهلوا أكثر. يستاهلون، الكل يستاهل. خلاص. هذا هو الرقم 5,000 لصاحب الرقم التالي 9979-9556. مبروك 5,000. 10,000 اليوم راحت لاثنين من المشاهدين أو المشاهدات، و 3,000 لتوسكانا تجهيزات مطبخ، وأيضا 500 ريال كل واحد خذ 250 ريال. نظيرة شكرا جزيلا لك، نورتينا في برنامجنا. شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله من تفوق إلى تفوق بإذن الله. لمن تهدينا بكلمة موجزة فوزك ووصولك إلى أفرست؟ طبعا والدنا الأول ومعلمنا وحامي هذا الوطن مولانا حضرة صاحب الجلالة، له كل هذه الإنجازات بقدر ما هو أعطانا. الله يحفظه. ولعمان الغالية الله يحفظه ويطول في عمره، وله باقات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد. عيسى كنت الإضافة الجميلة في برنامج على السحور، شكرا جزيلا لك. شكرا أبو محمد، كان شرف كبير لي أن أظهر معك أبو محمد في أول ظهور لي على الشاشة، فإن شاء الله في المرات القادمة يكون أفضل وأفضل. شكرا عيسى، شكرا للفرقة، شكرا لكل فرد ساهم وشارك في وصول برنامج على السحور بهذه الطريقة. شكرا للداعمين، شكرا للمؤسسات، شكرا لإدارة مسقط مول مرة أخرى في لم عبيلة، وهذه تحياتي أنا خالد الزجالي وتحيات المخرج إبراهيم الزجالي. في أمان الله وإلى اللقاء، وكل عام وأنتم بخير. We'll be right back.
هذا البرنامج.